تجري مين يحب كلمة تجري ده وبقى مين؟ الأستاذ الدكتور إيهاب عبد الفتاح يقول لك ناس تجري ما بيحبش بقى يقول لك أمينورية ليه يا دكتور أمينورية دي يعني ضغط ما خدتش كام شهر؟ 3 سايكلز ده واحد عبد الله ريجلر دي غالبا بتحصل يبقى أكيد دورة ريجلر 3 سايكلز فدي غالبا تبقى إيه دورة خلفت عليها معايا يعني عندنا مدورتين فهذه الفيميل عندها ميست بيريود ميست بيريود طيب السؤال بقى ايه اللي تايب اوف بين في العريض دولت يلا يا جماعه اول بين هو دي ديستنشن اوفلوبيا دي بيعمل ايه ضل ايتنج طب دي كونتراكشنز بيعمل نوع ايه كوليكي طب دي عملت اسس الفلوبيا تيوب تعملها ايه ستيتشنج طب لما تفرع فلوبيا تيوب تعمل ايه تعمل ستابل والاستاذ الدكتور حسن عواد يقول لك كمان بيعمل رايت شولدر بين ليه ده كده رايت شولدر بين حد يعرف عشان هنا الديافرام اهو بالمنظر ده الدفرام ده دكاتره سبلايد باي ليفت فرينك من فوق ليفت فرينك من فوق والرايت فرينك من تحت بالمنظر ده كده يعني الدفرام ده سبلايد باي ليفت فرينك من فوق والرايت فرينك من تحت علشان كده اي سوبرا دافراجماتيك اريتيشن اي اريتيشن فوق الدفرام زي مثلا بلوريز زي مايكارديال انفاركشن زي انجينا بتعمل ايه؟ بتسمع في الناحيه الشمال واخدين بالكم؟ على الناحيه الشمال على الكتف الايه؟ الشمال اي حاجه سوبرا دافرامات سمع الكتف الشمال اي حاجه سوبرا سمع الكتف الشمال معايا تعمل ليفت شولدر بين زي المايكارديال انفاركشن تعمل ليفت شولدر بين اي اريتيشن انفرا دافرامات زي لو في بليدنج زي مثلا في كوليسيستايتس تعمل اريتيشن من تحت تعمل اريتيشن اوف رايت فرينك اللي هو هنا نفس اللي هنا بيبقى ريتيتنج يمين او هنا بقى ريفيرد بين لمين ريفيرد بين الرايت شولدر واخدين بالك اللي هو سي 3 4 5 يعني خلي بالك ده اي حاجه انفرا دافرامات بتعمل ريفيرد بين للرايت شولدر اي حاجه سوبرا دافراجماتيك بتعمل ريفيرد بين للليفت شولدر لما تسال بقى ليه الدكاتره عندنا رايت شولدر بين والسؤال ده الاستاذ الدكتور حسن عواد قال هيجيبه في الامتحان يبقى كده غالبا كده هجيب حاجه في الاكتوبيك خلي بالك معايا دكاتره يقول لك ليه بيعمل رايت شولدر بين ديو تو انفرا دافراجماتيك اريتيشن باي انترا بريتونيال بلاد الاجابه ليه بقى البين بتاع اللي هو الاكتوبيك بيبقى ريفيرد للرايت شولدر ديو تو اريتيشن او انفرا دافراجماتيك اريتيشن باي انترا بريتونيال بلاد بيعمل الدكاتره رايت شولدر بين تمام يبقى انا عندي هنا في امينوريا وعندي دكاتره البين باشكال طب ليه بيحصل بيدنج ليه؟ بص يا جماعه بيحصل بيدنج ليه؟ بص ركز معايا كده البيبي ده كان البيبي ده لاحظ ان هو حصل فيه مشكله في اي حاله من الحالات طب البيبي ده كان فيه فلاي هذه الفلاي بتطلع ايه؟ اتش سي جي وهذا الاتش سي جي ده كان منتين مين؟ الكوربس لوتيا صح؟ اللي كان بيطلع الكوربس لوتيا كان بيطلع بروجسترون بلس ايستروجين يعني كده خلي بالكم الفلاي دي بتطلع ادي هنا الاوفري وفي كوربس بالمنظر ده ده كان بيطلع هنا دكاتره اتش سي جي اللي كان منتيننج الكوربس لوتيا فالكوربس كان بيطلع ايه؟ بروجسترون حصل مشكله في البيبي دوت كلهم فيهم مشاكل كلهم حصل اكيد مشكله في الفلاي معايا يعني البيبي ده غالبا مات معايا او اطرد معايا فبقى خلاص بقى الفلاي كلها هنا بقتش تطلع اتش سي جي لو ما بتطلعش اتش سي جي مين بيموت؟ الكوربس لوتيا يعني مين بيقل؟ البروجسترون بلس ايستروجين ده مين هيقع؟ الاندوميتريوم عامله زي دوره يبقى خلي بالك اللي بيحصل بليدنج هذا بليدنج ده تساوي ايه يا دكاتره؟ هو ان الفلاي ما بتطلعش اتش سي جي دلوقتي بيبي ده مات او حصل فيه مشكله ما بتطلعش اتش سي جي هذا الاتش سي جي ده ما بقاش نشط الكوربس لوتيا مات الكوربس قل الهرمونز وقع الاندوميتريوم علشان كده خلي بالكم هذا البليدنج از مايلد ولا سيفير؟ مايلد ليه مايلد ليه؟ ده دوره زي نزيف الدوره بالظبط هما ليه يا دكتور بقى اللي بيخوفنا؟ اللي بيخوفنا دكاتره خلي بالكم النزيف اللي جوه البطن ده المرعب ده بقى السيفير يعني في نزيف خارجي ده كلام فارغ لكن النزيف الداخلي ده اللي بيموت علشان كده في سؤال مهم قوي ايه هي الموست امبورتنت سيمبتوم في الاكتوبيك؟ اهم سيمبتوم في الاكتوبيك ايه يا دكاتره؟ هي البين البين خلي بالكم البين هي دكاتره الكاردنال سيمتوم الاساسيه في الاكتوبيك امال كان الابورشن كان يعمل سيمتوم ايه؟ بليدنج يعني احنا قلنا امينوريا زين بليدنج زين بين افكر في مين؟ امينوريا بعد كده بليدنج ابورشن امينوريا بعد كده بين وبعد كده بليدنج افكر في مين؟ في الاكتوبيك اول بين بيبدا بين بصوا يا جماعه هنا ما كانش في بليدنج في بين اهو واخدين بالكم هنا في الاندستر هنا بقى البين بقى وظهر معاه البليدنج وطبعا بيحصل لها كل شويه يغمى عليه فينتنج اتاكس ليه فينتنج اتاكس ليه يا دكاتره؟ من البليدنج اللي جوه او من البين من سيفير بين او سيفير بليدنج ممكن يحصل لها داخلي طبعا يحصل لها فينتنج اتاكس ايه الاكزامينشن بقى؟ جنرالي عليها شورت جنرالي عليها شورت او اباوت تو بي شورت يعني هنا في الاكيوت
شوكت على الآلة سب أكيوت about to be shocked. معايا دكاترة ده جنرال، يبقى الجنرال شوكت. طبعا دكاترة في الاكزامينيشن بقى الابدومينال هلاقي هنا في تندرنس وريجيتي، معايا أكيوت أبدومين طبعا. طب سؤال يا دكاترة، في ساعات كده تلاقي في بلوش discoloration around the umbilicus عشان absorption of intraperitoneal hemorrhage by peri-umbilical lymphatics. بنسمي هذه القصة ايه؟ لو انت خطاها في الرابشر اسبرين وخطاها في الحاجات دي كلها اللي بنسميها كولين ساين. كولين ساين برافو عليك. كولين ساين اللي كانت عبارة عن بلوش discoloration around the umbilicus ممكن تكون موجودة في الـ entire pregnancy. طب مين ده يقول لي كمان لو احنا كده جينا عند umbilicus كده ولقينا الموضوع resonant ومشينا شوية كده لقينا فيه ضل تحت نايم على الجنب التاني بقى ده resonant مرة تانية، دي بنسميها ايه ديت؟ شيفتنج دولنس كومن طبعا. بس على فكره لما تقول الكلام دوت معايا دوت في الليت كيس تقول له اخر حاجه خالص انا عندي بتموت، يعني تلاقي بطنها كده في فري فلويد كده ودم كتير غالبا دي بتموت، تقولها في الاخر خالص. تقول كلام ساين في الاول ولا شيفتنج دولنس في الاول ده فيري فيري ليت، وهي بتموت بقى لما يكون في كميه دم في بطنها قد الكميه دي بتعمل كمان شيفتنج دولنس. طب دي بقى كده كتب على مين؟ على البي دي اكزامينشن. بص يا دكاتره سهله قوي، قلمين قلمين وماس وهنزود كيس تين. ده عباره عن ايه؟ بص اللي كانت الالمين بقى، ايه الالمين؟ لما نيجي نحرك السيرفكس يحصل ايه؟ سيرفايكال موشن تندرنس او بنسميها جامبنج ساين. لما نيجي نفتح ادينكسا اللي هو فلوبيان تيوب اوبر الاقي ايه؟ تندرنس. امال مين الماس؟ اللي هي الاكتوال بريجنسي، يبقى هنا في المين زي ده، المين وماس، هنا نفس الكلام، المين وماس برضه نفس الكلام، المين وماس زيهم زي بعض. بس هنزود بس اللي كانت بقى الكيس التين بقى، اللي هو مين الكيس التين بقى يا شباب؟ اللي هو عباره عن الدم في الدوبلاس باوتش اللي بنسميه بلفيك ايماتوسين. الدم اللي اتجمع ده تحس ان هو كيستين كده، حتى بيسميها باجي سويلنج، يعني سويلنج مطيب. كلمه باجي معناها سويلنج، معناها مطيب. ذا كار از بوكت يعني درس في الطين. باجي سويلنج معناها كيس مطين كده، زي احساس الطين كده هو جوه كيس كده، ده اللي هو احساس الدم في الدوبلاس باوتش. طب تعالى نشوف بقى دكاتره كرونيك ايه اللي ممكن يحصل؟ عندي انا مشكله من اتنين بقى، كرونيك بقى بعد شويه. في عندي مشكلة من اتنين، ايه المشكلة من اتنين؟ يا اما دكاترة مشكلة الدم، الدم اللي هو ده اللي احنا قلنا عليه اللي هو ده يا شباب، اللي هو الدم ده اللي بينزل يتجمع في دوبلاس باوتش، او مشكلة في بيبي ده، يعني لو كملت بقى ما ماتتش، او انا ما اتدخلتش، وده حاجة فيري رير. ده يجي لك بعد كده بقى بالكرونيك كرونيك فيز بقى، ايه كرونيك فيز بقى؟ وده نادرا جدا يعني، اللي يجي لك بالدم ده او بالبيبي دوت. لو جت بالدم ده بنسميه كرونيك بيلفيك هيماتوسين. او تجي لك بالبيبي دوت بقى بشكل بيبي دوت بنسميه سكندري ابدومينال بريجننسي. يبقى انا عندي دكاتره بعد كده مشاكل ممكن تحصل لو جت بقى كرونيك، وده نادرا جدا لان غالبا انا بتدخل غالبا او ماتت، يا بتموت يا بتدخل. لكن لو حصل بقى يعني حظها بقى دخل بعد كده في الكرونيك فيز، عدت المرحله دي، هتيجي حاجه بتيجي الدم ده مشكله الدم ده هي مشكله مين؟ هذا البيبي. الدم ده دكاتره بيعمل لها المشاكل الاتيه. الدم ده موجود في الدوبلاس باوتش في حته مزنوقه بنت لذينه قدام، الدم ده عمال يفرش كده، وقدامه هنا في يوريثرا وفاجينا، ووراه في مين؟ ريكتا. فضغط على اليوريثرا عامل ديس يوريا، ضغط على الفاجينا فعامل فين اثناء الانتر كورس بنسميها ديس بارونيا، ضغط على الريكتا فعامل ديس كيزيا، وهو نفسه عامل ديب بين اللي انا بسميها بلفيك بريشر مانيفستيشن اللي اسمها 4 دي. ال 4 دي اللي هي مين بقى؟ ديس يوريا ديس كيزيا ديس بارونيا وديب بين اللي هي بيلفيك بريشر مانيفستيشن، ان هذا بلاد اللي ضاغط على كل اللي حواليه كله عامل بريشر على حواليه كله ديسيوريا وديسبارونيا وديسكيزيا اند ديب بين. طب العينه بقى تجي لك بقى، يلا دكاتره حد يقول لي بقى يا شباب لما بتيجي هذه العينه عندها كرونيك بيلفيك ماتوسين ليه بلاقيها بين؟ ليه بين ليه؟ عشان انيميك من الدم اللي نزفتها كله عمال تنزف دم ودم اتجمع في دوبلاس باوتش. طب عينها صفرا ليه؟ عندها جولدس ليه؟ من الدم لما بيتكسر. طب ليه ليها سخنه ليه؟ من الدم عشان في بروستا جلاندن برضه. يعني غير ان هي انفكتد غير انفكشن، لا يعني انا دي عندها دكاتره في بروستا جلاندن بيعمل لها فيفر. معايا دكاتره بين هذه في مين لاقيها بين. ولاقيها دكاتره عندها جوندس، ولاقيها هذه في مين عندها فيفر، وطبعا اكيد تاكي كاردي. فالبط بقى بيجي كده البوليس مان اوف ذا ابدومين يحل على الدم، مين هو البوليس مان؟ اللي هو الاومنتوم يحل على الدم على الانتستين، بيعمل لك ماس في البطن كده، كلكوعه في البطن كده. طب بي بي الاقي مين اللي بي بي الاقي بي بي؟ بي بي الاقي في باجي سويلنج ان دوجلاس باوتش، باجي سويلنج ان دوجلاس باوتش. معايا دكاتره؟ يبقى مره ثانيه البيلفيك هيماتوسين جنرال يا دكاتره الاقي عيانه بيل وعندها جوندس وفيبرش كل ده من الدم وتاي كارديو
abdominal mass BV Q16 اللي هو بتاع الدوكلاس باوتش اللي هو دم دوكلاس باوتش اللي هو بينتج هيماتوسيت معايا؟ طيب نيجي بقى كده بقى دكاتره على سكندري ابدومينال بريجنسي ايه السيمبتومز؟ السيمبتوم امال هنا كان ايه السيمبتوم؟ 4 دي هنا ايه السيمبتوم؟ 3 الام ايه ست الام بقى يا شباب؟ تلاقي العيل ده جوه ده عمال يلعب جوه بقى عمال يخبط بقى يقوم خبط كده على الليفر خبط كده على اسبرين خبط كده على كدني عارف يا دكتور محمد انا بحس الام غريبه عارف ده حد بيحس الام دي ابدا ان في حاجه بتخبط في الكبد حاجه تقف في الكلى حاجه تقف في الاسبرين عندها ديجا بدون البيت تقول دكتور احمد كذا مره اول مره يحصل الالام الغريبه دي ايه الالام الغريبه اول مره احس بيها ده دكاتره بيضرب الليفر ده احساس غريب ما حدش حاسه قبل كده ان حاجه تضرب الليفر جوه هي كان بيبي ده كان جوه الرحم قبل كده بقى ما كانش بيضرب الليفر فاول ما تحس تحس في تركتش بسيطة لكن بتخبط في الليفر في الكدني في الاسبرين حاجات غريبة عندها ديجا ابدومينال بين بعد كده البلاسينتا اللي هي جت امبلانت على اي اورجان دي هنا دكاترة تبدأ تفصل سنة صغيرة لما تفصل سنة صغيرة ينزل شوية دم يعمل اريتيشن يبقى عندها وجع واحنا عندنا كده دكاترة بقى ايه اللي هو لما تحس بوجع قرب الدليفر بنسميه كده مع ولد بوسطة كده بنسميه فورس ليبر بين بنسميها تفسيح هو كده اي واحد تحس باي وجع دكتور بحس كده كده في وجع في بطني كده وانا قرب خلاص اول التاسع ده تفاسيح ممكن تكمل الترم ممكن تكمل الترم ويحصل لها بقى الوجع دوت نتيجه السيبريشن بارشل شويه سيبريشن بسيط للبلاسنتا من الاورجن اللي ماسكه فيه حس بوجع يجي لها فورس ليبر بين بنسميها فورس ليبر بين لكن الوجع ده لما هيكمل طبعا ويحصل سيبريشن بقى كومبليت يحصل يدخل البطن رهيب جدا ويعمل اكيوت ابدومين وغالبا هذه الفينين هتموت ومش يعني الثلاث الام عندنا اول الم عندنا فيجا ابدومينال بين اللي هو الالام الخبط في الليبر وول ثاني حاجه فورس ليبر بين اللي احنا بنقولها غلط فورس ليبر بين اكش مش فورس ده بدايه انترا بريتونيال هيمورج ساعات بتشخصها غلط ان هي فورس ليبر بين حاجه الثالثه اكيوت ابدومين وهي جايه بقى خلاص بتموت مع الدكاتره بيبقى عندها اكيوت ابدومين طبعا الاكزامينشن في منتهى السهوله الاكزامينشن الاقي احس كده في دماغ احس كده الاقي في رجلين الاقي في ايدين عادي جدا يعني لما تحس كده بطنها كده تلاقي دماغ بيبي ده ويلفيلد ليه؟ اصل هو بعد فستان بس ده على بطنها ده جت ده بقى خلاص على جدار البطن بس يعني بيبي محسوس يعني الواد اللي هي اكتشف الحاله دي في الاستبال عندنا حس صوابع معايا اللي جت حس رجلين حس ركبه حس مناخير بيبي ده دوبك على ايه؟ على الجلد بس فبيبي هنا ويلفيلد واقف مريح بيبي بقى كده لا بيبي قاعد كده دكاتره كده فليكس ده بيبي ده قاعد مريح ليه بقى؟ لان بيبي ده واخد اي لاين اي وضع في البطن بيبي ده دكاتره قاعد فيه الهواء بتاع اليوترس بقى الواسع معايا مش مسدود في اليوترس في الهواء البطن كلها الواسعه مش مسدود في اليوترس الصغير واخد بقى وضع غريبه جدا ويقف بالعرض زي ما هو عايز بقى يقف بالعرض يقف بالورم في اي مكان وقاعد ومريح جدا فده هنا ده الاكزامينشن بتاع الابدومينال بريجنسي طب تعالى دكاتره بقى نعمل انفستيجيشن بقى انفستيجيشن عندنا ايه الانفستيجيشن لحاله اكتوبيك بريجنسي اول حاجه لو انا جاي لك شوكت لو جاي لك شوك جاي لك على نقاله جاي لك بتموت نو no واي ان انا اعمل اي انفستيجيشن انا هعمل هي حاجه واحده عادي جت منها دايجنوستيك ومنها ثيرابيوت هنعمل لابوراتوري ده لو كان شوكت لابوراتوري جت لو كان شوكت هنعمل لابوراتوري معايا منها دايجنوستيك ومنها ثيرابيوتيك مفيش واي ان انا اعمل انفستيجيشن مفيش اي وقت اعمل انفستيجيشن عادي بتموت واخدين بالكم يا جماعه فهنفتح على طول مباشره شوف بقى يبدا الدراسه الاكتوبيك شيل بقى شيله وطبعا من هنا بندي ريسستيشن بس لما جينا في التريتمنت بقى يعني اللابوراتوري ده يعتبر دايجنوستيك ويعتبر ثيرابيتيك في وقت واحد طب لو العيانه جايه ماشيه على رجليها زي كده ممكن نعمل ايه يا دكاتره؟ ممكن نعمل لابروسكوبي ده جميل قوي اللابروسكوبي ده والدكتور حسن عواد دايما يقول لك ايه مزايا وايه عيوب اللابروسكوبي يلا يا جماعه مين يقول ايه مزايا اللابروسكوبي؟ ايه الادفانتجز اوف اللابروسكوبي؟ ان هو يا دكاتره دايجنوستيك بيشخص وبيعالج وبعدين مفيش ابدا ابدومينال سكار ده حاجه روعه بحيث ان في ميل معايا رجالة عايز تلعب كده رياضه تلعب عايز تعمل اي حاجه تلعب حتى ما تبقاش سكار كده شكلها سخيف كده في البطن كده لكن ده ايه ده خرم صغير في الامبيديكس وخرم صغير جدا في الناحيه دي والناحيه الثانيه وبعمل اللي انا عايزه معايا رجالة فمفيش ابدومينال سكار حاجه حلوه جدا الحاجه الثالثه كمان بعمل اللي انا عايزه يعني بعمل اللي انا عايزه يعني يعني اقدر اخش جوه حتى ممكن اشيل الفروبيا تشوف واخدين بالكم والعيانه دي بقى تروح النهارده برضه النهارده بالليل يعني دكاتره ليس هوسبيتال ستي جميل جدا وليس انفيزيف غير طبعا لابوراتوري وليس بليد وليس ادهيشن كله مزايا يعني مش هتقعد في المستشفى كتير ما بتنزلش كتير ما
معانا دكاتره ما بتعملش ادميشنز كتير. يعني هنا دكاتره هنا دايجنوستيك ثيرابيوتيك نو ابدومينال سكار ليس ادميشنز ليس بليدنج مينيمال هوسبيتال ستي. يعني كل المزايا. امال ايه عيوب؟ ان هو محتاج دكتور معين يعرف يشتغل لابروسكوب، لازم يبقى في دكتور يعرف يشتغل لابروسكوب، ادي واحد. الحاجه الثانيه محتاجة اكويبمنت مستشفى ويل اكويبت ان هي يكون فيها لابروسكوب دوت. الحاجه الثالثه عيانه كمان خاصه، ما ينفعش الدكاتره لو العيانه هيمو دايناميكالي انستيبل، ما ينفعش. لازم عيانه جنرالي كويسه، ما تستحمل لابروسكوب وندخل في بطنها هواء وننفخ بطنها، لازم تستحمل شويه. واخدين بالكم؟ يبقى انا عايز هنا عيانه تبقى كويسه. ودكتور شاطر ومستشفى نظيفه نعمل فيها اللابوراسكوب. معايا يبقى لازم مستشفى كويسه ودكتور كويس وعيانه كمان جنرالي كويس. طيب هو كل عيانه عشان اشخصها بقى يا اما فتح بطن يا اما منظار، مفيش حاجه كده نون انفيزيف. في حاجه حلوه جدا نون انفيزيف. حاجه حلوه جدا جدا. بص يا جماعه. الالترا ساوند في تشخيص الاكتوبيك لوحده كده اقدر اقول عليه ان هو فاشل. يعني ايه فاشل؟ يعني ايه؟ يعني هو حلو قوي الالترا ساوند. طبعا انا بتكلم عن ترانس فاجينا اللي هو بيخش من الفاجينا. ترانس ابدومينال ده بعيد قوي عن اليوترس اللي موجود في البلبس. انا بتكلم طبعا عن ترانس فاجينا في الايرلي بريجنسي. الترانس فاجينا احسن كده من ترانس ابدومينال. ابدومينال بعيد قوي. انا هنا جنب السيرفس جنب الكولوبيان تيوب. الترانس فاجينا بريجنسي ترانس الالترا ساوند شاطر جدا في الديكشن اوف انترا ترايل بريجنسي، هي حلو قوي، لكنه فاشل في الاكتوبيك لانه صعب. عايز واحد بقى دكاتره يعني لعيب عشان اشوف الاكتوبيك جوه فلوبيان. يعني هنا عشان تشوف بقى مين الاكتوبيك صعب، بس ممكن تشوف الاكتوبيك ممكن بس صعب. ده في ناس تقول لك تعمل عليه دوبلر وتلاقي كده هنا كده في كده الدم اللي حوالين بيجي دوت كده بلاد بس داخلاله كده تبان لك كده وكانها رينج اوف فاير، وكانها كده حلقه من النار رينج اوف فاير. برضه صعب على فكره الترا ساوند في الديكشن اوف اكتوبيك بريجنسي مع دكاتره صعب صعب. ده ما بيوريكش الفاك اللي هي بره اليوترس. لو على قد اليوترس سهل، لكن بره اليوترس صعب. لا ما بتشافش، ما بتشافش كويس. عايز واحد شاطر قوي، عايز واحد خبير قوي. واخدين بالك عشان تشوف هل لو ضربت عليها دوبلر برضه عشان تشوف رينج اوف فاير برضه صعب. البيتا اس جي يا دكاتره اللي هو البيتا اس جي برضه لوحدها كده بتشخيص الاكتوبيك فاشله. ليه بقى؟ بتشخص حمل. ما بتورينيش ان ده اكتوبيك. حتى يقول لك ايه؟ طب ما تعمل شوف بقى اللي هو الريت اوف انكريز في النور بريجننسي. النورمال بريجننسي لو عملت النهارده وبعد 48 ساعه بيزيد على فكره اتليست 66%. طب ما بيزيدش 66% ايه؟ قال لك فكر يكون ابنورمال، فكر يكون اكتوبيك. بس برضه ممكن يكون ابورشن، دخل على ابورشن برضه ما بيشخصش. يعني ده لوحده دكاتره شخص حمل بس حلو، ده شخص انترنال بريجننسي حلو بس مش الاثنين ما يشخصش اكتوبيك. طب نعمل ايه؟ ما تيجي يا جماعه بقى نعمل كومباينيشن بالاثنين، شوف بقى هيحصل ايه. بص يا دكاتره بقى الكومباينيشن ده بيكون دي بقى بص حتى بنسميها ديسكريمينيشن زون. يعني قبلها كنا مضللين، بعدها نورنا، يعني بعدها فهمنا ايه بقى قصه ديسكريمينيشن زون عباره عن ايه. بص يا دكاتره لو وجدنا هذا البيتا اس جي دوت عدى 1500 يونت بير ليتر او قول لي ملي يونت بير ملي ليتر، الاثنين صح. يا تقول لي يونت بير ليتر يا ملي بير ملي، هو دي بقى الاثنين صح. لو عدى 1500 يبقى لازم لو جبنا بقى الشيخ حسني يعمل سونار، لو ما فيش الشيخ حسني عارفين يا جماعه الشيخ حسني ده بيعمل سونار هيشوف انترا ترايم بريجننسي. واخدين بالكم؟ طيب حطينا الترانس فاجينال الترا ساوند ولقينا اليوترس امتي، يبقى ده معنى ايه؟ والله العظيم ده ايكتوبيك. يعني انا جبت اليوترس جي عدى 1500. في كيس الاستاذ الدكتور حسن عواد جابها قبل كده وهنحلها ان شاء الله باذن الله في الكيس بقى معايا ممكن في بيت نصر، حلها هنا نحلها في بيت نصر. كان عيانه ما عندهاش اي سيمتوم على الاطلاق. امال ايه اللي كان عندها بقى؟ كان عندها بيتا اس بتاعها كان 2300 وكان انت يوترس. ما كانش حاجه في اللي هو بالعكس عمال في الكيس بعيد عن الاكتوبيك، ولا ما فيهاش اي ماس، ما فيهاش اي ادنكسال ماس، وما فيهاش اي تندرنس، ما فيهاش اي حاجه، وعمال يبعدك عن النهج وتفكر مش اكتوبيك خالص. بس يقول لك ايه؟ في اخر سطر عملنا بيتا اس جي 2300 وكان انت يوترس. تخيلوا دي يا دكاتره انت يوترس 2300 دي حاله ايه؟ دي حاله دكاتره اكتوبيك بريجننسي. يعني الديسكريبشن زون لو عدى الاس جي 1500 واليوترس فاضي دي اكتوبيك رسمي اكتوبيك. اوكي يا شباب فهمت يا جماعه الديسكريبشن زون ديسكريمينيشن زون. قبلها ما كناش واخدين بالنا، بعدها دكاتره بقى فهمنا الدنيا ماشيه ازاي. اسمها ديسكريمينيشن زون. قبلها ما كناش منورين، بعدها نورنا فهمنا. بعدها بقى لو بيت اس جي عدى دكاتره 1500
واليوترس بالترانس فاجينا الترا ساوند امتي اكتوبك فول ستوب. طب علاجنا ايه يا شباب؟ بصوا يا جماعه علاجنا ايه بقى؟ التريتمنت كالاتي. اول حاجه لو الحاله دكاتره بص كده الحاله الاول حاله دي اللي هي اندستربد، عشان كده خلي بالكم ان انا بحب اشخص الطب ده ايرلي عشان كل اوبشنز مفتوحه قصادي، يعني اعمل اللي انا عايزه، اشتغل زي ما انا عايز. العيال ليها اوبشنز كتيره، لكن كل ما انا ليه كل ما بتزنق اكتر. شوف بقى لو انت اكتشفت العيله بتاعتك اكتشفتها وهي اندستربد، كل الاوبشنز كلها متاحه. يعني ايه متاحه؟ يعني ايه؟ يعني ممكن اعمل الاندستربد دي، ممكن اعمل دكاتره ميديكال اور سيرجيكال. ميديكال مين؟ هو ميثوتريكسيت قاتل الفلاي رقم واحد عندنا، ميثوتريكسيت رقم واحد. بص يا جماعه الميثوتريكسيت دوت مهم 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 جدا، والدكتور حسن عواد غلط كده مره وقال انا هجيب الطبق زي ما قال مره كده بس ما غلطش، بس هو دي بقى دي قالها كده بقصد انتي بارتم هيموت. ادي حالتنا هم معايا دكاتره اهو، انا بقول اهو انتي بارتم ويكتوبك معايا يا شباب، ركزوا في الحالتين دول. بس ده مش معناه ان تسيبوا الباقي بعد التعب ده كله، هتسيبوا الباقي. اه يا جماعه الله انا ما بتوقعش، انا بقول لكم هو قال ايه، ممكن الراجل ده يقول حاجه ويجيب حاجه ثانيه، ماليش دعوه، انا شرحت كل حاجه ولسه هشرح كل حاجه ثاني عشان الزملاء قد لسه مع بعض لغايه يوم امتحان الصبحيه، لغايه باب الامتحان مع بعض ان شاء الله، تلاقوا معاكم باذن الله. طيب بص يا دكاتره بقى الميتريكسيت بقى ده يا دكاتره فيه سؤال مهم جدا جدا جدا. بص يا شباب ايه السؤال المهم؟ ايه هي البري ريكويزيتس اوف ميتريكسيت؟ يعني ايه بري ريكويزيتس؟ يعني ايه؟ يعني شروط. الشروط ان انا اقدر اديها على ميتريكسيت، مش كل عينه اقدر اديها ميتريكسيت، لازم في شروط معينه. ايه شروط معينه يا دكاتره؟ هو انا هزيد في مين؟ تبقى يانج ولا تبقى اولد؟ يانج، عايز احافظ على الفلوبيان تيوب، تبقى يانج. عايز تحمل ولا ما يهمش حمل؟ ولا ما يهمش حمل؟ طب ما تشيل الفلوبيان تيوب وتخلص. ليه تبقى الفلوبيان تيوب ليه؟ تبقى عايز تحمل. صغيره بس تحمل. وما ينفعش يا دكاتره راح تسافر الصعيد واديها ميتريكسيت، ما ينفعش. ليه؟ لازم تضغط لغايه ما الاكس جي دوت بيقل بيقل لغايه ما تقريبا يكون نيجاتيف. يعني خلي بالكم عشان ادي ميتريكسيت هذه الفيميل لازم تكون صغيره. ونفسها تحمل فبحفظها على الفلوبيان تيوب. واحدة حفظها سيء كده ان هي أول حمل جالها يفترض. يا دكتور ده أول حمل ليه؟ ما تقلقش أنا شفتك بدري، ما تقلقش هديك بقى ميستريكسيت وربنا يسهل إن شاء الله. معايا دكاترة؟ فنديها ميستريكسيت بقى واحدة صغيرة ولسه عايزة تحمل وكمان بس مش هتسافر الصعيد، لو لقيت تقعدي معانا ما تبقى الإكس جي لما يبقى تقريبا إيه؟ نيجاتيف. طب تمام. طب إيه الكرايتيريا يا دكاترة؟ عايزين يا دكاترة ده سم ده على فكرة، عشان سم البيبي دوت، البيبي ده يبقى كبير ولا صغير؟ صغير. يعني الساك دي الساك اللي جوه الفلوبيان تيوب ديت يا دكاتره خلاص كده لا تتعدى 3 سنتيمتر، اقل من 3 سنتي. وبتطلع بيتا اتس جي ده يعني انها صغيره، دليل على انها صغيره، طلع بيتا اتس جي اقل من 3000 يونت بير ليتر، اقل من 3000 يونت بير ليتر. وخلي بالك عشان ده مهم جدا، لو جاتك بيبي دوت فيتا بلسيشن اتس عم، يعني ايه؟ يعني الدكاتره مش هيجيب نتيجه ميتريكسين. لو بيبي ده كبر لدرجه ان هو طلع فيه فيتال بلسيشن فيتال هارت اكتيفيتي انسى، مش هيستجيب للميثريكسين. يبقى خلي بالكم يا شباب ان هنا كمان نو فيتال بلسيشن، دي مهمه جدا. يعني الميثريكسين الانديكيشن بتاعته هو كل ده بتاخد كام؟ 50 مللي جرام بير متر سكوير، 50 مللي جرام بير متر سكوير. اوعى تنسى البري ريكويزيت، الكلمه دي بيحبوها قوي، البري ريكويزيت يعني الشروط البري ريكويزيتس، اللي يكون عينها صغيره ونفسها تحمل وهتتابع معايا واللي يكون هذه الفيميل معايا دكاتره. ايه كمان؟ الساب اقل من 3 سنتيمتر، طلع اس جي اقل من 3000 معايا، نو فيتال بلسيشن. لو في فيتال بلسيشن انسى، مش هيجيب نتيجه لان مش هيتسقف، لان البيبي ده كبر قوي على اني اعرف اموته بليستريس. طب ليه بقى على السيرجيكال بقى؟ بص يا دكاتره بقى السيرجيكال بقى دوت ينفع كمان في الاندستربد، بس هو دوره فين بقى؟ في الديستربد بقى. في الديستربد ما عنديش حل غير سيرجيكال، ما عنديش حل غيره. طب السيرجيكال ده اسال الاسئله بقى دكاتره، اخش ازاي واعمل ايه؟ معايا اخش ازاي وهعمل ايه؟ وايه علاج يا دكاتره؟ ايه علاج البلفيك هيماتوسيل؟ وايه علاج الابدومينال بريجنسي؟ أول حاجة نخش إزاي يا دكاترة؟ عندنا كام حل نخش؟
اول حاجه ممكن ايه؟ ممكن لابروسكوب منظار تمام، او ممكن لابروتومي. تعرفين بقى الادفانتجز والديس ادفانتجز. طيب اول حاجه عندنا هنخش ازاي؟ يا اوتومي يا اسكوبي، يعني منظار او فتح بار. طب نعمل ايه؟ يا نشيل يا نصلح. نشيل يعني ايه يا دكاتره؟ يعني اكتومي، يعني ايه؟ سلبنجكتومي. يا نصلح نطلع دكاتره الساب ونسيبها مفتوحه، او نخيط في الانفيرم. يعني ممكن يا دكاتره هنا الساب دي كده افتح عليها زي البق كده تمام، واشيل الساب دي واسيبها مفتوحه كده. طب عملت بق يعني قص اسمها سلبنجستومي زي كولوستومي، دي هي زي مفتوحه تقفل لوحدها معايا، او ممكن انا اخيطها اقفلها ورايا، فدي اسمها سلبنجاتومي. يبقى سلبنجاتومي او سلبنجستومي او سلبنجكتومي شيلها خالص. يعني الدكاتره هتعمل ايه؟ هتخش ازاي؟ يا منظار يا فتح بطن. طب هتعمل ايه؟ يا تشيل يا تصلح معايا، يا تشيل سلبنجكتومي او نصلح سلبنجستومي او سلبنجاتومي. حلوه قوي. طب ايه علاج البلدك هيماتوسيل؟ اعمل له دريج. ايه علاج ابدومن بريجنانسي؟ بص يا جماعه، علاج الابدومنال بريجنانسي الاتي: البيبي ده فتح البطن، طب دي اسمها سيزاريان؟ اقول لك لا. يعني ايه سيزاريان؟ يعني سيزاريان دي معناها اني بفتح البطن وافتح الرحم وطلع بيه من جوه الرحم، دي اسمها سيزاريان. يعني delivery of the fetus through an abdominal and uterine incisions، دي اسمها سيزاريان. لكن ده لا، انا بفتح البطن بس الاقي تحتيه على طول، فدي اسمها لابراتوري. بفتح لابراتوري واطلع هذا البيبي. عارفين المشكله كلها فين؟ سبحانك يا رب العالمين. المشكله كلها فين؟ مش في البيبي على فكره، البيبي ده كلام فارغ. المشكله فين؟ في البلاسينتا. هي دي المشكله بروبلم. هي implanted على ايه؟ لو implanted على unimportant structure، structure مش اي اهميه، تنزل في الاثنين، اشيل ده واشيل ده. لكن لو لازم على important structure هعمل حاجه very unusual. هقطع الكورد attachment مع بلاسينتا واطلع واقفل البطن ورايا، وبلاسينتا سيبها in place واتقن الله. ودي قاتل في الله رقم واحد مع انتي بايوتكس، وربنا يسهل الدكاتره واللوكوسايت تاكلها. ممكن في اي وقت تحصل غزير داخلي وتبقى مشكله، انا ممكن تموت، ولكن ما عنديش حل تاني. ليف ان بليس وجيف ميسو تريكسيت، وربنا يسهل اللوكوسايت تاسس فيها وتخلص ايه عليها. هتلاقي سؤال يا دكاتره؟ هتلاقي سؤال يا شباب؟ طيب نخش بعد كده بقى على موضوع تاني اسمه انتي بارتم هيموريدج. موضوع من المواضيع المهمه اللي شرحها الدكتور حسن عواد، وهيجيب فيها سلايد او كيس بقى الله اعلم بقى.